يا ضيعان الصوت صوت سحلو. يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعافيك يا رب. بيضت وشنا، الله يبيض وشكم، وتأكدوا انه اصواتكم ما راح تروح هدر مع شفيق بيك. يلا مع السلامة. شو ما بتوصلونا؟ لك شو نوصلك يا اخي؟ ما لنا فاضيين، درجوا. يلا مع السلامة. بركة تعب تشتونا، جبتونا على بكره. سجل عندك 6 اصوات. انت متأكد انه كلهم انتخبوني؟ ولو يا بيك متأكد، حلفوا لي يمين. قلبي مو مطمن. سجل 4 يا مخلص. أهلين نزير، طمني شو الأخبار؟ شفيق بيك قل له لجماعتك يشدوا الهمة شوي، لأنه هدول جماعة سعيد كنحوس عم يشتغلوا من قلبه ربه وما عم يضيعوا وقتهم منه. فقل له لجماعتك يشدوا الهمة بقى. وقديش بتقدر عدد الأصوات اللي أخدها سعيد كنحوس؟ يعني شي 450 صوت تقريبا. بسيطة بسيطة. وينك نزير؟ خبرني أول بأول شو بصير معك. مع السلامة. مخلص، كم صوت معي لحد هلا؟ 402. لا، هذا الوضع ما بيسكت عليه بنوب. انا مشغل معي زلم ولا فزعات عصافير؟ تعالوا كلكم لحد الان. خير معلم؟ في شيء لا سمح الله؟ ولك غريمي صار مجمع 450 صوت، وانا لحد هلا 400 صوت. لا شو 400 وصوتين معلم؟ صوتين قردين، شو الفرق؟ وينكم؟ بتجيبولي كل زلمه ما انتخب، نسوان، رجال، عفاريت، الكل بتشحطوه لهون بسرعة. على شوف أمرك معلم. حاضر بيك. ساتك وايد، شوفه، حرك شوفه. يلا حاول جوا. وين شو يا ابو شعلان؟ كم واحد جبت بهالنقله؟ 10. عظيم، وان شاء الله كلهم انتخبوني. ايه تمام. وينك؟ شد لي همتك وجيب نقله ثانيه. يلا مع السلامه. سجل لي عندك 5، لأنه هذا أبو شعلان كذاب، نص كلامه بتكبه بالبحر. ألو، أهلين نزير، طمني شو الأخبار؟ شو أخبار غريم الكلحوس؟ جاب بيت أبو كعب وانتخبوه كلياتهم، هدول بيطلعونه شي 44-45 واحد. وهلأ راحوا جماعته يزقوا بيت غول المرستان كلياتهم يجيبون لهون، وهدول كمان بيطلعوا كتير كتار. بقى شفيق بيك، قل لهم لجماعتك يشدوا الهمة بقى.